السويد الموقف ديالي انا بالنسبه لي هو موقف ترهات، يعني انا لا يمت للجديه بالسيره، لانه موضوع الصحراء لا يعني بالنسبه لي لا نقاش فيه، وعطينا اكثر من حجمه، فهما بالنسبه لي ما غاديش يستطيعوا يمشوا في هذا الشيء، خاصه انه الان كيف كتعرفوا حاليا لم يتم الاعتراف بما يسمى بالجمهورية الصحراوية أو البوليزاريو. بالنسبة لي كمواطنة صحراوية مغربية كنقول من هذا المنبر أنه المغاربة حنا خاص نكون يد في يد، وخاص يتم يعني يتم التوعية بهذا المشكل اللي فعلا الناس ما عندهاش عليه درايه كبيره، فلكي لا نسمح لا للسويد ولا امثال السويد او اي دوله اخرى ان تدخل في هذا المشكل، احنا بالنسبه لنا موضوع الصحراء هو موضوع لا نقاش فيه. كيف كنقول دائما قلت لهم الجزائر من 1975 هما كيجريوا في هذا الموضوع ديال الدبلوماسيه، انهم متابعين هذا الموضوع بالدبلوماسيه من 1975، حنا لحد الان ما كاينش سفير في السويد، ولكن انا كنت مؤخرا في السويد 2013، كنت في حفل كبير كان فيه غنيت فيه العيون عيني، وغنيت فيه صوت الحسن النادي، وغنيت فيه النشيد الوطني، فيعني هذا الشيء فقط مؤخرا، وكنتمنى انه بطبيعه الحال ما يتعطاش حجم اكبر من حجمه. المغرب ما شاء الله عليه كيعرف يرد على هذه المسائل، فاعتقد انهم عرفوا بحقنا فعلا، ونتمنى يا ربي انه حتى يعني يكون درس لاي دوله اخرى او يعني انها تبغي تدخل في هذا المشكل هذا، لانه بالنسبه لنا احنا هو لا نقاش فيه ولا يعني لا مساس في قضيه الصحراء، يعني صحراء مغربية ستبقى مغربية بدون نقاش بدون أي شيء.